أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الرابع من مادة اللغة والأدب للفصل الدراسي الثاني. قبل أن أبدأ، لابد من التذكير بالمفاهيم الرئيسة وعبارة البحث التي ترتكز عليها وحدتنا للفن الذي نقوم بدراسته وهو فن المسرحية. إذن كنا قد تعرفنا كيف حققنا المفهوم الرئيس وهو التواصل عند شرحنا لمسرحية شريعة الغاب، حيث قمنا باستخراج عناصر المسرحية منها وقرأناها وشاهدناها أيضا عبر مادة مرئية، فحققنا التواصل. كما حققنا التواصل أيضا من خلال العمل الجماعي التعاوني الذي قمتم به أثناء تأدية المهمات المختلفة. سنتعرف أيضا كيف نحقق هذا المفهوم خلال دراستنا للمسرحية الثانية، وهي مسرحية تاجر البندقية. أما المفهوم بالصلة هو الموضوع ضرورات الجمهور. قلنا أن كل مسرحية لابد أنها ترتكز على موضوع معين تقوم بشرحه، فقد تتحدث عن مثلا الظلم والاستبداد أو تسلط القوي على الضعيف كما وجدناها في مسرحية شريعة الغاب، ثم سنتعلم ذلك أيضا في المسرحيات الأخرى. السياق العالمي هو العولمة والاستدامة، السمات المشتركة. العولمة ففن المسرحية وفن عالمي يتناول موضوعات مختلفة تنشر في جميع أرجاء العالم. أما عبارة الاستقصاء هي يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. فنحن نجد الظلم في كل أو في جميع أرجاء العالم، ليس في مكان أو زمان محدد. كما ترون أعزائي الطلاب، فإن العمل الذي سنقوم بتحليله هو مسرحية تاجر البندقية للكاتب ويليام شكسبير. عندما أقول ويليام شكسبير فأنا أتحدث عن كاتب عالمي، إذن النص هنا مترجم، لذلك نحن سنتعامل مع نص عالمي. سنقوم بتحليله كما قمنا بتحليل نصوص سابقة من خلال الحديث أو البحث عن معلومات عن ويليام شكسبير، من خلال الحديث عن عنوان ومطابقته للأحداث الموجودة في المسرحية عن ماذا تتوقعون، من خلال أيضا تأمل الغلاف، ثم استخراج اسم المؤلف وكما قلت معلومات ولادته ومن دار النشر التي قامت بطباعة هذه النسخة التي بين أيديكم وتاريخ الطباعة. كما تعلمون فنحن قمنا أيضا بشرح عناصر المسرحية من خلال الجمهور، من خلال الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة فيها والحل أو الدرس المستفاد. ستقوموا أيضا أنتم باستخراجه مع وصف الشخصيات والإجابة عنها من خلال أسئلة موجودة في كتيب اللغة. لابد أننا أيضاً سنقوم بالتركيز على استخراج أساليب إنشائية من الفصل الأول ومن فصول مسرحية تاجر البندقية. أذكر بالأساليب الإنشائية، فالكاتب لابد أن يستخدم مثل هذه الأساليب التي تضفي على النص المتعة والتشويق وتبعدنا عن الملل أثناء القراءة. ومن هذه الأساليب التعجب والاستفهام والنفي والنهي والتمني والنداء، ولا بد من تفسير معاني بعض المفردات وتحديد الزمان والمكان في هذا العمل الأدبي، وإن كانت قد بدأت العقدة تتجلى أو لا، ووصف مبدئي للشخصيات التي ذكرت في المشهد الثاني والأول أيضا من فصول المسرحية. عندما نقول شايلوك، باسانيو، وأنطونيو، جميع هذه الشخصيات التي كنا أو سنقرأ عنها إن شاء الله. ثم نستكمل بمهمة كتابية وهي أن تكتب أحداث المشهد الخامس من الفصل الثاني من جهة شايلوك.
أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعياً وضرورة الرجوع إلى المنصة للاستفادة مما وضع لك من تقييمات وأنشطة. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة، طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.